طيب مرحبا يا ابو علي. لا انت لا انت يا ابو علي شعار والله مبدعين. ابي اجي هذا لك هم لا انا قلت لا الا يا مرحبا الا يا مرحبا ايه والله اللي يعلم الاسرار بك والله اللي يعلم الاسرار لكن النار يا رجال تحت رجله واطيها انت جنيتك ما انقبضت مع رمضان عطني اياها تكفى احتاجها لا ما عليك زول. عبد الله بن خلف العتيبي يا مستر مرميته عبد الله بن خلف العتيبي عبد الله خلف العتيبي كذلك شاعرنا القادم الشاعر محمد بن حويل محمد بن حويل معي ابن رميته محمد من اليوم يتوعد اوه ها سلام طال عمرك اوه وش اقول توعد من اليوم لا توعد احنا توعد الشعار هذا لهم اتوعد الميكروفون لما شافت العين العين ذلحين ذلحين ولا ما عاد بينكم بين هلا خطوه توكلنا على الله يبيض وجهه عسى ربي يوفقنا وياك ان شاء الله رجال متوعدك يقول عسى ربي يجملنا بقافني لفت الانظار طيب يتكي للثلاث ليال في بال العطياني سلام هاجل الوعد عند الميكروفون موفقين ان شاء الله موفقين استلموا مكاتكم نبي نرجع للربع اللي رجعوا قبل شوي وش اللي حصل؟ حصل ابشرك العلوم الطيبه كلها ها؟ كل العلوم الطيبه حصلت ان شاء الله عطنا من العلوم الطيبه اللي حصلت وش؟ تواجهنا احنا ويا الربع توقعت الرد هذا؟ والله ما جيت الا متوقع ذا وعبر الرجال وزنه ثقيل وشعره ثقيل لا ثقيل من يوم قام معي ولد ثقيل على ما قال فارس الحشار شاعرنا يا عجمان وش يقول؟ يقول في عرض ايش اسمه قصيده في ايش اسمه مزاينات ايه؟ يقول حنا ندور اهل البوش النشيط ادواره يا سلام اي حنا ندور يطلعهم الشعر اللي يقول والله عليكم هو فيكم جميع موفقين ان شاء الله ان شاء الله يرعى وزن ثقيل وينه؟ يلا حيه نبينا شيء مختصر انت توقعت اول شيء سلام الرجال ولا على ما قالوا وش اللي كان في بالك يطري في بالك يوم سمعت سلام يطري في بالي ان احنا شلبنا هناك وهنا وهنا وفي كل ما دخلنا غرفته انتهى الشرب ما عاد باقي اللي بعده وش؟ اللي بعده عطنا علم مصامخ الله 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 يوفقنا وياكم ان شاء الله المايك عندك اخوي وليد وفلاح وعمر تفضل مايك معكم هلا ابن رميثة لا هند شعارنا القادمين محمد بن حويل وعبد الله بن خلف محمد بن حويل وعبد الله بن خلف عندك يا وليد البحيح الله يحييهم وش مجهز لهم؟ ها؟ والله مجهزين لهم أسئلة